حكومة. طيب خلينا عشان الواقع اللي انت قلتها فهسأل مدام شيماء غزال أم الطفلة زينة اللي من خلالها أثرنا هذه القضية، وهي أنه قاتل زينة الذي حاول اغتصابها استفاد من قانون الطفل وقاعد دلوقتي في دار الأحداث، وعجزت المحكمة عن أن تعطيه أي حكم إلا 15 سنة. القاضي ما عندوش إلا كده، القانون القاضي نفسه في حيثيات الحكم يعني قال إنه كان أبدى الأسف والاعتذار إنه لا يستطيع أن يحكم على هذا الذئب البشري بالإعدام. هسأل مدام شيماء غزال. مدام شيماء أهلا بيكي. ألو مدام شيماء سمعاني؟ ايوه استاذ وائل. مدام شيماء، هل اللي بيقوله العميد طلال ده صحيح انه قاتل ابنتك اللي هو قاعد دلوقتي في دار الاحداث لانه استفاد من قانون الطفل وحكم عليه فقط ب 15 سنه وقاعد في دار الاحداث بيعامل كطفل، هل عملوا له عيد ميلاد فعلا في ال ايوه اتعمل له عيد ميلاد في الاحداث وحطت في جريده الجمهوريه اتعمل له عيد ميلاد، ولما رحت اشتكي في اللواء ابو بكر رحت اشتكي في حقوق الانسان وفي وزاره الداخليه اترد عليا هناك من ضابطه في هناك في الداخليه بتقول لي احنا مش من حق اي حد يمنع اي حاجه تدخل للمتهم، مامته من حقها تجيب له اي اكل هو عايزه، قلت لها حتى تجيب له تورته وتعمل له عيد ميلاد بيتي مش من حقنا ان احنا نقول لا، دي تورته ما هياش مخدرات، ايه المشكله؟ هو ده كان رد عليا. ايه المشكله؟ ده مشكله يتعمل له عيد، الدوله بتكافئه المجرم بيتكافئ، عيال زي الورد تروح والمجرم يتكافئ، دي مكافاه الدوله متكافئهم، هي بتحتفل بيه ب 18 سنه، بتحتفل بيه بتورته 18 سنه عشان السن ده اللي حماه. يعني قاتل زينه عملوا له عيد ميلاد، اسرته عملت له عيد ميلاد في دار الاحداث وجابوا له تورتايه بتقولي مفيش بقى بلالين وشمع ولما رحت اشتكي مفيش مشكله، هو مدام اكل ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني يدخل له اكل؟ اقول لها ازاي يعني تورته بتكافئه؟ تقول لي ايه المشكله؟ اصل احنا ما نقدرش نمنع اكل، ده اكل ما نقدرش نمنعه، قلت لها دي تورته، قالت لي ايه المشكله؟ طب نعمل ايه؟ طيب وقدمت يعني شكوى هي طبعا هنا، هل قدمت شكوى للجهات المعنيه؟ قدمتها لمين؟ لوزاره الداخليه ولا للشؤون الاجتماعيه ولا ايه؟ قدمت عند اللواء ابو بكر في وزاره الداخليه. في وزاره الداخليه؟ ايوه عملت شكوى وكتبت فيها كل حاجه وده كان الرد عليا، وكلمت في موضوع السن ان هو كمل 18 ينقلوه، طيب ماشي ومفيش حاجه بتحصل. احنا جايبين صوره قاتلي زينة، صورة القاتلين صورة الأطفال دول محمد طلال إيه وزينة إيه وكل الأطفال اللي بتروح بإيه، دول أطفال في طفل بشرب، وبعدين أديك شايف اللي قتلوا طلال كانوا مجرمين واللي قتل زينة كان مجرم، وبيدخلوا ويطلعوا عشان هم أحداث، يقابلوا كل مصيبة ويخرجوا عشان هم أحداث، هم أطفال من حقهم يعملوا أي جريمة، إيه المشكلة؟ هم أطفال والدوله تكافئ في الاخر ب 15 سنه ينزلوا 8 سنين. شايفين اهو صوره الشهيد محمد طلال والوزير وجاب لهم تورته، كان عزمونا بقى ان احنا نعمل معاهم عيد ميلاد، وانا بنتي سافرت بعد عيد ميلادها باربع ايام، باربع ايام بعد عيد ميلادها اتقتلت بنتي، ما تيجوا بقى معايا يعني نقنع بنتي التربه نعمل لها حفله عيد ميلاد، عيد ميلادها الشهر الجاي. عايز رئيس الجمهوريه يجي معايا تربه بنتي يعمل لها عيد ميلاد. انا اول مره اسمع عن عيد ميلاد كلها تحت عيد بنتي يوم 13 11 عيد ميلاد بنتي يوم 5 11 اتفضلوا معايا نعمل عيد ميلاد هناك في التربه، اللي قتل بنتي اتعمل له عيد ميلاد وانا بنتي في تربتها، ده يرضي مين ده؟ طبعا يعني هنا عيد ميلاد للقتله والمغتصبين ويقولوا لك انه ايه يعني ما نقدرش نمنع انه والدته تجيب له اي اكل، هنا يعني فين فلسفه العقوبه حتى كطفل في دار الاحداث يعملوا له عيد ميلاد وهو يعني
حاول الاغتصاب وقتل وبعمل له عيد ميلاد زي ما انت بتقولي فعلا. عيد ميلاد نكافئه، الدولة تكافئه. طيب مدام شيماء في الجانب الثاني انت شايفة اهو دي ده تاني حكم، مش تاني حكم يعني، في قضايا كثيرة ومتعددة، لكن اهو زي ما انت شايفة ينجو من هم تحت سن ال 18 من احكام الاعدام في جرائم القتل والاغتصاب واللي حصل مع محمد طلال اللي قتلوه. اتنين نجوا من الحكم الاعدام، واتنين يعني ما زال هاربين حتى الان. يعني هنا نفس القضية هيعوضوا مامة محمد طلال بيه. محمد طلال مامته ما عندهاش غير محمد، هو خلف الشيل ولا هتخلف غيره دلوقتي. محمد اللي راح ده امه اللي ما عندهاش غيره. فين حق ابنها؟ فين حق بنتي؟ فين حق كل الاطفال دي؟ واحد يقول لك ما عنده 18 سنه هنديله اعدام، والباقيين دول اللي بتقول لك كانوا بيدخلوا الاول خايفين، بعد حضن زينة ما يدخلوا في المستشفى ولا فرق معاهم. خلاص عادي، احنا عارفين احنا في الاخر هناخد ايه.